سيادتك انا عارف ان محدش فوق القانون، بس انا قلت اختار سيادتك الاول عشان زي ما سيادتك فاهم. سيادتك انا عارف الوضع كويس وعارف شريف مطار ده مين، فقلت المساله ممكن يبقى ليها بعد سياسي. امر سيادتك يا فندم، امر يا فندم، انا اخلص شغلي هنا والنيابه تكمل اجراءاتها زي ما هم عاوزين. امر سيادتك يا فندم، امر، امر يا فندم، اتفضل اتفضل سيادتك، اتفضل يا فندم، اتفضل. ها عملتوا ايه؟ احنا خلصنا شغلنا والجثه اتنقلت المشرح. تقرير يبقى عند الليله. اكيد طبعا. اتفضل. طيب يا شريف بيه، انت هتتفضل معانا. اتفضل معاكم على فين؟ هتركب معانا البوكس ونطلع الاسم. هنكمل كلامنا هناك. لا اسمح لي احصلكوا بعربيتي، انا وضع الاجتماعي والسياسي ما يسمح ليش اركب بوكس. انا اسف يا شريف بيه، بس دي التعليمات اللي عندي، انك تيجي معايا الاسم في البوكس. شريف بيه اتفضل معايا من غير شوشره، وما تخلينيش اعمل حاجه انا مش عايز اعملها. دي تعليمات يا فندم. اتفضل يا بيه. شريف مختار اتقبض عليه الليله، قتل مراته مدام سميره؟ لا، مراته التانيه مدام ديده فهيم. وانا استدعيتكم الليله عشان نشوف هنعمل ايه في المرحله الجايه. ممنوع منعا باتا اي حد فينا يحاول يتصل بشريف مختار او حتى باي حد من عيلته. ازاي بس؟ مش ممكن طبعا نتخلى عنه، ده واحد مننا. يا ساده انا مش جايبكم عشان اخد رايكم، انا جبتكم عشان ابلغكم باللي هيحصل الفتره اللي جايه من الليله. انقطعت علاقتنا جميعا بشريف مختار، مفهوم؟